السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انخفاض وتراجع في اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. قناة السودان اليوم، سودان دي على اليوتيوب، ندعوك للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. متوسط اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة 17 أبريل 2020. الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني 135 جنيه. الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني 37 جنيه. الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني 37.60 قرش. اليورو مقابل الجنيه السوداني 151 جنيه. الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني 170 جنيه. الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني 8 جنيه. الريال القطري مقابل الجنيه السوداني 37.40 قرش. الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني 405 جنيه. الريال العماني مقابل الجنيه السوداني 320 جنيه. الدينار البحريني مقابل الجنيه السوداني 322 جنيه. الدينار الليبي مقابل الجنيه السوداني 86 جنيه. أحب أنوه، أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فيرجى الانتباه عند التعامل. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم من متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.